مرحبا شباب، اليوم فيديو مميز. اليوم جايين على مدينة السلط بالأردن. طبعا الكل بيعرف السلط بمناخها الرائع والجميل. اليوم في جايين على مزرعة، بس مش زي أي مزرعة، مزرعة مميزة، واللي بيميزها إنه مبني فيها أكواخ، والأكواخ هاي كاملة من الخشب، واللي صنعها صاحبها صنعها بإيديه، يعني من دون أي مساعدة. أخذ المزرعة وقعد تقريبا فترة من الزمن هو يجمع خشب، لأنه إحنا في الأردن هون ما في عندنا أشجار وخشب كثير، وعمل هاي المزرعة. بنى أول كوخ وبعديها بنى الكوخ الثاني. خليكم معانا بجولة في المزرعة، وكمان نوريكم الأكواخ كيف انبنت وكيف من جوا، كلياتها من الخشب، وكلياته خشب معاد تدويره، يعني ما راح اشترى خشب جاهز، لا، هو جاب خشب جمعه كله معاد تدويره ورد صنعه من أول وجديد وعمل فيها إيش هاي الأكواخ. تعالوا وريش نوريكو جولة هون بالمزرعة للي بحب يجي، بصراحة إشي بتجنن. قعدات بكل مكان، ألعاب للأطفال، حمامات، في عندك هون بيت شعر زي ما أنتوا شايفين. طبعا اذا ما كنت حابب تيجي وتبيت، تقدر تيجي هون بتجيب اكلاتك، بتجيب اللحمة وبتنش وبتقعد احلى قعدة انت وعيلتك. في هون قعدات مخصصة للعائلات زي ما انتم شايفين، اذا ما كنت حابب تاخذ يوم كامل مبيت بالكوخ، تقعد هون قعدات بتجنن زي ما انتم شايفين. المكان طبعا بالسلط، المزرعة اسمها فشة السلط. راح اترك لكم صفحتهم على الفيسبوك تحت الفيديو بالدسكريبشن. طبعا شايفين هذا اول كوخ، اللي هو الكوخ الصغير، اول كوخ بنا، شايفين كلياته خشب معاد تدويره. هسه راح نوريكم اياه من برا، بعديها راح ندخل جوا الكوخ نوريكم الكوخ من جوا. خليكم معنا. هذا الكوخ الصغير، شوفوا الممر، هاي الكوخ الصغير، كل اشي معاد تدوير، يعني حتى القزاز قزاز مستعمل، ما في اشي جديد. هينا رايحين على الكوخ الثاني. طبعا بتحس حالك وسط غابة، أجواء بتجنن، يعني احنا في فصل الصيف، بالرغم من هيك الدنيا فيها براد، الشجر في كل مكان. في كمان هناك مسبح، سنوريكم اياه. هاي الكوخ الثاني زي ما انتم شايفين، تحس حالك في أوروبا مش بالأردن. شايفين ما أجمله من برا، بصراحة خيال رائع. طبعا أول ما بتوصل هون بيعملوا لك فطور بلدي، يعني كله من المنطقة، اللبن، الجبن، الحلاوة، السمنة البلدية. هاي هسه الفطور البلدي، الكوخ طبعا كله بلدي مصنوع من خيرات المنطقة، لبنة، زبدة، حلاوة، مكدوس. تعالوا هلا نوريكم كوخ من جوا. هلا فتنا على الكوخ اللي حكينا لكم عنه، طبعا كلياته من الخشب معمول. هاي هون عاملين زي غرفة
كل إشي قديم بتحسه، خشب كلياته مستعمل، ما في خشب جديد. هذا عاملين زي مطبخ صغير، حمام، هاي الصالة، فاير بليس، هاي الدرج اللي بطلع الطابق الثاني. تعالوا معنا. طبعا الدرج خرافي، خشب خشب. هاي هون عندنا غرفة كله خشب، كله خشب. طبعا الإطلالة بتجنن. هاي في قاعدة خارجية كمان هون، هاي غرفة الثانية زي ما انتم شايفين. طلوا هون التخت كم عالي، له درج، كله خشب. صراحة شيء جميل جدا جدا جدا. بعدين هاي التخت هون وفي وراك إطلالة، كل الإطلالة على الغابة مباشرة. تعالوا نشوف القاعدة برا. هاي هون القاعدة مسويات بتجنن مع الإطلالة. هاي المسبح، بس نوريكم المسبح كمان. شوف الإطلالة من أجملها. الأرضية كيف؟ الأرضية كلها خشب، شايفين كيف؟ هاي هون في كمان ملعب كرة قدم، هاي المدخنة من تحت طالعة، شايفين؟ بتاعت الفاير بليس. هون ننزل. نوريكم باقي المكان. هلا بدنا نوريكم المسبح. هاي هون منطقة المسبح. شايفين هون الدوالي والعنب. صراحة المكان كتير كتير بجنن. وهسه راح نصور لكم ايش. طبعا وقت الغداء انت بتقدر توصي وبيجيبوا لك اياه لعندك، بيعملوا زي الزرب، زرب لحمة او زرب دجاج، بتنقي اللي بدك اياه. طبعا اشي خرافي. هسه راح اصور لكم كل اشي، وبالنهايه راح اكون قعدات بالليل من الاخر كمان. خليكم معي. طبعا هاي الغداء زرب، هذا زرب جاد، هذا زرب لحمه. ما شاء الله. افتح يا ابو افتح افتح.